بخير. الحقيقة أنا سعيد جدا جدا بهذه الجائزة وبهذا التكريم. الحمد لله يعني كرمت وحصلت على جوائز كتير، ولكن هذا التكريم وهذه الجائزة له مذاق وقيمة خاصة بالنسبة لي، لأنها مهرجان عريق قديم زي مهرجان المركز الكاثوليكي اللي بيعتبر نافذ الضوء، بتلقي الضوء على أقيم وأجمل ما في السينما المصرية وفي الفنون المصرية.